اهلا بكم اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في اولى حلقات برنامج فنون في كلام. عنوان حلقه النهارده هيكون تسويق التسويق، واحب ان انا اوضح الاول فكره البرنامج. فكره البرنامج هتكون قايمه على كل ما هو ليه علاقه بمهارات التواصل، يعني اي علم او فن مرتبط بمهارات التواصل، سواء التواصل ده على مستوى الفنون او على مستوى الاداء او على مستوى رياده الاعمال. حبيت ابتدي اول حلقه عن التسويق لان هو الاهم والاشمل ومظلوم في حاجات كتير قوي، وعشان كده لازم نبتدي نتكلم عنه، لان في تولز او حاجات معينه في هذا العلم هتكون مترابطه معانا في علوم تانية هتيجي قدام. واحب ابتدي مع حضراتكم الاول ان احنا نعرض على الشاشه مع الاستاذ محمد أشياء لها علاقة بتساؤلات حول التسويق قبل ما نتم شرح الموضوع. عقبال ما نبتدي نعرض على الشاشة، أحب الأول أبين أن في مفاهيم مختلطة كتير قوي في العلم ده. الموضوع مش مجرد بيع، الموضوع مش مجرد أن أنت معاك فكرة، الموضوع علم وفن كبير جدا، وهي عملية بتقوم بالفطرة، يعني البني آدم بيعملها بالفطرة. هل يا ترى كلنا مسوقين؟ كلنا بنقوم بالعمليه دي بطبيعتنا بالبديهيه. مثلا لو حضرتك رايح تشتري موبايل، لما تيجي تشتري الموبايل ده انت بتروح تسال عن الفيتشرز، عن الامكانيات اللي في الموبايل ده، وبتحب تعرف كتير عن الموبايل والسعر، وبتقارن، صح؟ بتقوم بمقارنه السعر ده بالسعر ده، الاشياء دي بالاشياء دي. فمثلا كلنا مسوقون بالفطره، ده اول سؤال هنساله النهارده ونرجع لموضوعنا تاني، بس خلينا الأول مع اللي بنعرضه على الشاشة. ده أول سؤال بنطرحه، وده اللي أنا كنت لسه بتكلم عنه. تاني حاجة أحب أسألها هو هل فن التسويق هو فن البيع؟ كنت لسه بتكلم إنه هو أهم وأشمل وأعمق من فن البيع. تالت سؤال أحب أسأله هو هل التسويق هو السوشيال ميديا؟ هو مهارات تواصل اجتماعي؟ مجرد تواصل اجتماعي؟ ولا حاجة أهم وأشمل؟ أحب أروح بعد كده للنقطة ليه في مشروعات، مش مشروعات بس، شركات ومصانع، كل ما هو قائم حتى بني آدمين بتفشل في حياتها بدري وبتطلع بره الماركت، أو في ناس ما بتعرفش توصل للي هي عايزاه. آخر حاجة أحب أقولها عنوان الحلقة تسويق التسويق. طيب نرجع لموضوعنا بقى تاني، وشاكرين جدا أستاذ محمد على عرض الديتا. أنا أحب بس أوضح دلوقتي حالا اللي إحنا كنا بنقوله، إحنا بنعملها بالفطرة. كنا لسه بنتكلم ان انت لما تيجي تشتري موبايل معين بتروح تسال على الجوده اللي فيه مقارنه بالسعر. هنيجي نشوف تاني لما تيجي بتدور على شغل مثلا. في ناس لما بتيجي تدور على شغل بتقعد تعمل عمليه بحث برضو، صح؟ مظبوط. اكتر ناس بتعمل الموضوع ده، كنت عامل مقال بعنوان ان الستات باحثات تسويقيات من الدرجه او الطراز الاول. ليه؟ مش هنقول كلهم، اغلب الستات اللهم اجعل الكلام ده خفيف عليهم، هم بيقوموا بعمليه البحث التسويقي بالفطره، عشان لما بيجوا يعملوا شوبينج مثلا بينزلوا مثلا نشوف جزمه، هتلاقي بتلف على محل الفلاني والفلاني والفلاني، بتقارن ما بين الاسعار، بتقارن ما بين الالوان، بتقارن ما بين الاسعار، عشان خاطر تتاكد ان هي تشتري احسن حاجه بافضل سعر. فدي عمليه بمحض الإرادة أو بغير محض الإرادة، هي فطرية، لأن أنت مجرد بتبحث عن معلومات. عشان ما نطولش في النقطة دي ونفضل نتكلم على حتة أنه هو فطري ولا لأ، نروح لأهم حاجة، مفهوم التسويق. فيليب كوتلر، وفيليب كوتلر هو من أهم 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 المسوقين، هو أبو التسويق الحديث، أبو علم وفن التسويق الحديث. لما حب يوضح معلومات عن التسويق قال أن التسويق هو عملية اكتشاف وابتكار، أو هو فن وعلم اكتشاف وابتكار وتطوير المنتجات أو الخدمات عشان تشبع رغبات العملاء. موضوع خطير جدا طبعا. طب نبسطه ازاي؟ هو قال لك بعد كده برضو ماركتينج از مايند جيم، هو لعبة تفكير، لعبة دماغ. وقال لك لازم ثينك ديفرنت، تفكر باختلاف، واوتسايد اوف ذا بوكس. طيب هتفكر ازاي بره الصندوق وانت مش لامم معلومات؟ واجهتنا كتير مشاكل في شركات اشتغلنا فيها او في احصائيات قريناها الاثنين، سواء كان الموضوع بخصوص الابحاث او الموضوع بخصوص تحليل السوق. دي بتبقى اكبر مشكله. مش عايز اكبر الموضوع، هو بس احب اوضح ان التسويق مش شامل على المسوقين،
حضرتك محتاجه في حياتك كلها عشان خاطر تلاقي فرصة أحسن، تحلل مشاكلك. كل واحد فينا لازم يعرف الأدوات دي. اللي يفرق المسوق الحقيقي عن أي حد فينا بيفكر إن هو حتى لو هيخلف طفل أو هيربي إنسان، لما بيجي يدرس مفروض ومراته حامل يدرس الطفل ده، يدرس سيكولوجية الطفل، يقعد يقرأ ويحلل ويعرف حاجات في الجينات وحاجات متعلقة بالتربية عشان خاطر يعرف ينشئ الطفل ده. نفس الموضوع في الشركات بقى اللي أنا عايز أرجع له، إن إحنا واجهنا مشاكل كتير بخصوص البحث التسويقي. مشكلة كبيرة جدا وكنت عامل فيها مقال بعنوان Complete Before You Compete، كمل قبل ما تنافس. ما ينفعش تيجي تقول لي إن أنا عايز أدور على اللي في الصندوق وإنت مش عارف الصندوق فيه إيه، إنت مش عارفه كامل حتى. يعني المفروض إن إنت بتدور الأول على إيه هي الشريحة المستهدفة التارجت سيجمنت، وإيه هو السوق المستهدف التارجت ماركت، وبعدين تبتدي تنافس. هتخلق منين ميزة تنافسية؟ يعني إيه اللي هيميزك عن غيرك فاتح قبلك بكتير وإنت مش عارف إيه الموضوع؟ سواء حتى في شغلك إنت لو حابب تتطور، هيفيدك إيه ويفرقك إيه عن حد غير لما تبقى انت دارس كويس ايه اللي حواليك وبتحللهم؟ وده بعد كده هناخده في نموذج اسمه SWOT، واللي هو Situation Analysis، نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر. عايزين بس نوضح ان القطاع العام حصل فيه مشاكل كتير زمان. في ناس بتقعد تقول لك فساد، هو الموضوع كان اكبر من كده كمان. هو القطاع العام كان بيقعد ينتج منتجات، let's say هنقول في الملابس، بألوان معينة، بمقاسات معينة، بأشكال معينة، بعيدة كل البعد عن ما يتطلبه السوق. يعني كان السوق بيبقى عايز حاجة وقطاع العام بينتج، فلما يخلص ما بيلاقيش اللي يشتري. دي بتبقى مشكلة كبيرة جدا بتواجهنا عشان خاطر انت ما درستش هتدخل سوق ما درستوش ازاي. وده اكبر علامة استفهام لحد النهاردة، ان انت ازاي ناوي تدخل منافسة وانت عايز تبقى معاك بس مجرد سيلز تيم، فريق مبيعات وفكرة. ما كانش حد غلب، يعني لو هي مجرد فكرة معايا ما كانش حد غلب، لو هي مجرد فلايرز ولوجو حلو وشعار جميل او لذيذ ما كانش حد غلب. هو انت عشان تطلع اصلا شعار يميزك او لوجو يميزك لازم تشوف المنافسين عاملين ازاي. مهما تطور العلم ده، احنا النهارده بنتكلم في اساسيات، حتى لو تطور للسوشيال ميديا والديجيتال ماركتنج اللي بيشتغلوها واللي بيلعبوها، لو معهمش الادوات الاساسيه طبقا لحاجه اسمها ماركتنج 0.1 تبع فيليب كوتلر، وده مش مطلوب منك تبقى متخصص فيه، انا هشرحه بمنتهى البساطه. ربنا يكرم ويعين ان انا اقدر ابسطه على قد ما اقدر النهارده قدر الامكان في الوقت اللي احنا فيه. بس انا احب اوضح مثلا ان احد شركات البرجر على سبيل المثال، وده من امثال في يعني علوم الاداريه لما جينا نشوف اداره الاعمال، لما جت حبت تفتح في مكان في الهند في فتره عبدت البقر فيها كتير، فشل. انت داخل السوق يعني كأنك بتدن في ملطة بالظبط. نفس الكلام لما قام المحل ده في الصين وفتح في مكان معين، لقوا ان الناس هناك بتقعد وقت اطول، وان الناس هناك حابة تطول في القعدة عشان خاطر ان الناس هناك بتاخد من قيمة الفلوس بتاعتها الخروجة نفسها، لان اصلا تكلفة الاكل غالية عليهم جدا. ومن هنا هتلاقي دايما ان الاساس او العفش بتاع الاماكن او المحلات او المطاعم اللي هي عايزه تخلي الزبون ياكل ويمشي، هتلاقيها دايما حاجات مش مريحه. لكن الاماكن اللي هتلاقيها دايما بترحب بالعملاء اللي هم بيدفعوا قيمه شرائيه عاليه، بيعملوا لهم زي اماكن مخصصه للاطفال كيدز زون او اريا، وبيبتدوا ان هم كمان يعملوا عفش من النوع المريح. فلازم تحط في اعتبارك الكلام ده كله. برضو من نفس الشركة دي وهي مشهورة جدا كلنا عارفينها، لما راحت فتحت في احد الدول الاسيوية، فتحت كانت في الاماكن الفقيرة لانها كانت تسعيرة الاماكن هناك معقولة، لكن المشكلة ان هي بالصدفة جربوا يفتحوا في مول. لما فتحوا في المول ده كانت المكاسب وهمية، ابتدوا بعد كده يطبقوا الموضوع ده في كذا دولة تانية ويجربوا، نجح. فانت دايما لازم تعرف انت المكان اللي انت رايحه فين، ومش هتعرف البي فور بليس دي او المكان اللي انت داخل عليه غير لما انت اصلا تبقى بتدور كويس في تجربه وخطا وفي ابحاث عماله بتتطور وبتشوف الموضوع. منتج من منتجات العنايه بالبشره او تفتيح البشره تحديدا، منتج من منتجات تفتيح البشره تحديدا، لما فتح في الهند كسب مكاسب وهميه، لان اتعمل مقال بيتكلم على ان الهند من عشاق البشرة البيضاء، وكان بعنوان الهند تشتري البشرة البيضاء. ولما رجعوا للتفاصيل بتاعت الموضوع
لقوا ان الناس مهتمه جدا ان هي في الهند تبقى افتح، لان طبقا للهندوسيه عندهم الموضوع ليه علاقه ان البشره الافتح هي البشره الاكثر او اعلى في الطبقه، لانهم عندهم في الهندوسيه طبقات فهي البشره الاعلى. حللها عالم نفسي وقال لك في الاخر خالص ان الموضوع ابسط من كده، هو سايكولوجيكال. الموضوع ليه علاقه ان هم متاثرين ان البشره البيضاء دايما هي الاذكى وهي المسيطره اكتر على العالم، فالموضوع كان معقد اكتر بكتير جدا من ما اي حد يتخيله. هنرجع ندي امثله تاني ونرجع نتكلم في الموضوع، ان انت لازم تركز كويس جدا على انت داخل فين. هي مجموعه اسئله زي الدكتور اللي بيشخص بيقعد يسال نفسه شويه اسئله، لازم يحدد الفئه المستهدفه، لازم يحدد السوق اللي هو داخل عليه، لازم يدرس كتير. كنت شغال مع حد وكان متحمس جدا، كان بيبقى في دبي وبيجيب افكار من هناك وبيدخل بيها الماركت، فكنت بقول له يعني حضرتك بس طب احنا عايزين نشوف هل يا ترى احنا بنقدم حاجه جديده ولا الحكايه دي يعني اتعملت قبل كده. فكان هو مهتم اكتر بالسيلز تيم وطاقم المبيعات، وكان مهتم اكتر بالافكار نفسها. فمع الاسف حصلت مشكله ان انا وانا كنت اوكي ماشي شغالين بنعمل الرؤيه والهدف بتاع الشركه واللوجوهات والكلام ده كله، بس كنت انا باخد وقت على جنب بقعد اشوف برضو ايه اللي في السوق، ولقيت اوريدي احد المنافسين منزل الفكره بتاعته. كانت ساعتها حاجه لسه جديده ان شركات التوظيف بدل ما تعرض السي فيات هتعرض فيديو كمحتوى، والموضوع كان محبط جدا لان في نفس الاسبوع هو كان عامل فكره ابلكيشن موبايل ان انت هتعمل حمله انتخابيه في البرلمان، وكان ساعتها تاجل. بعد كده كان في ارض المعارض عايزنا نركز على ايفنت هناك يخدم على الموضوع ده برضو بابلكيشن. ارض المعارض اتضربت كان يوم ثلاث، وبعد كده يعني يوم الخميس لما اكتشفت القصه بتاعت ان في منافس على الميزه التنافسيه اللي هو كان فاكرها جديده، فيعني حاجه كانت محبطه جدا يعني. ربنا يحفظنا في البلاتو ده يعني. كان ساعتها حتى ارض المعارض اتضربت يعني، دي حاجه قهريه طبعا يعني، دي حاجه مش بمزاجنا، بس في حاجات بتبقى انت ادرس. دي غلطه تانية طبعا. الموضوع ما كانش فيه استمراريه لان السياسه التانية احنا ماشيين ان طقم سيلز بيبيع وافكار عماله تيجي وانت مش عايز تدرس ونطلع كل شويه لا في ناس عاملينها، والموضوع ما كانش متطلب بحث كتير. احدى شركات الابحاث التسويقيه كنت شغال فيها برضو كنا بنسوق العربيه، فاحنا كنا بنشوف ايه العربيات اللي في السوق بنلم عليها معلومات، فلمينا معلومات كتير قوي على كذا شريحه يعني. احنا كان يعني ماركتنج ريسيرش مش ماركت ريسيرش، كان مسح قطاع سوق كامل يعني. فيعني بعد تعب ومعاناه في عربيه كنا اقترحناها، المهم كانت موجوده في معرض اوريدي قبلها بسنتين، وكانت المشكله الغلطه الديفول اللي كان موجود باسم تاني. ساعات المنتج بيدخل بماركت نيم تاني، شوف دقه المعلومه بتفرق وتفيدك بايه، وانت بقى بتدور تدخل منتج، وانت بتدور تدخل ابنك مدرسه، وانت بتدور ان انت تشوف فرصه شغل، دقة المعلومة ليها قيمة كبيرة فوق ما أي حد يتصور يعني. كان في شوكولاتة يعني لما تتنطق بالعربي اسمها قرافة. كانت أستاذة مي صدقي اللي قالت لي على الموضوع ده، فكنت بتكلم معاها أنا شوكولاتة قرافة يعني، اللي هو طبعًا الاسم ده ما ينفعش يدخل السوق عندنا. يعني تخيل معايا شوكولاتة اسمها قرافة، يعني اللي هو أنت هيبقى الشعار بتاعها إيه مثلًا يعني، آخر شوكولاتة في حياتك مثلًا على سبيل المثال. ما هو أنت شوكولاته تعالى بقى ايه يعني زورونا خلف شركه المدافن او المقابر، حاجه صعبه جدا. كان لازم تدخل باسم تاني السوق، ما ينفعش تدخل بالاسم ده. المهم لم معلومات عن السوق، اعرف السوق اللي انت داخل عليه. لو السوق بتاعك كنت تاجر صغير، او لو انت داخل على اي حاجه في حياتك زي ما قلنا في الاول، انت وانت داخل حتى هتروح تتقدم لحد بيقول لك اسال على فلانه، اسال على اهلها، عادي. بعد كده بقى بتحلل، بنقوم بنموذج اسمه SWOT Analysis Strength Weaknesses Opportunities Threats، أو نقاط القوة نقاط الضعف الفرص والمخاطر. بيقول لك إن نقاط القوة والضعف دي عوامل داخلية، الفرص والمخاطر دي عوامل خارجية. يعني نقاط القوة اللي عندك مثلا، هنقول لو حد لسه خريج إن أنت دارس في جامعة كويسة، إن شهادتك مطلوبة في السوق، نقاط القوة بتاعتك إنك واخد كورسات، دي كلها عوامل داخلية عندك. نقاط الضعف اللي عندك مثلا نقول ممكن تبقى العكس، ممكن تبقى انت الشهاده مش قويه، الكورسات مش مطلوبه اللي انت واخدها اساسا ما لهاش طلب اللي انت واخدها، الموضوع متلجم ومتحجم مثلا بالنسبه لك. الفرص العامل الخارجي ان انت هنقول مثلا ان في حد طالب تخصصك شركه فلانيه مثلا
بالاسم، ان في دوله هتعمل اتفاق معين مع دوله فلانيه اللي هي اللي انت عايش فيها دي، ودي هتضخ في الاستثمار في المجال بتاعك، فده يعتبر فرصه قائمه. المخاطر ان انت مثلا هنقول ان المجال بتاعك زي السياحه اللي حصل فيها، حصل عوامل خارجيه ما فحصلت ان هي ابتدى يتقلص الموضوع، فالمخاطر زادت، فبالتالي ابتدت الفرص بتاعتك تقل. حاجات امثله كتير قوي يعني في دي مهمه جدا، سيتويشنال اناليسيس او تحليل الوضع بتاعك، لان انت بتطلع بعد كده منه الهدف او الاوبجكتيف اللي انت لازم هتمشي عليه بعد كده على طول. فلازم تركز كويس قوي في بحث بعد كده تحليل الوضع، وده زي ما قلنا سواء شركه سواء مؤسسه سواء كشك سواء انت في حياتك الشخصيه، حتى وانت بتدور على حاجه لمستقبلك او بتدور على حاجه انت مهتم ان انت توصل بيها، لازم تقوم بعمليه التحليل بعد جمع البيانات. ومش هينفع تعمل اي خطه بعد كده او ميزه تنافسيه من غير لما حضرتك تكون لامم كويس قوي ومحلل كويس جدا. يعني مش هينفع تعمل اي مجهود اكتر من كده طول ما انت في معلومه ناقصه، كانك بالظبط بتهد وبتبني من اول وجديد. احب اوضح بقى ان التسويق شامل لدرجه ان هو ادي التسويق، ادي السيلز المبيعات، ادي الادفيرتايزنج اللي طلع منها بعد كده الديجيتال ميديا او الديجيتال ماركتنج او اللي هو هنقول التسويق الرقمي، وبعد كده التواصل الاجتماعي اللي هو السوشيال ميديا، وبعد السيلز كان في تطور الموضوع ان كاستمر ساتسفاكشن. ايه الكاستمر ساتسفاكشن؟ هو اكبر من خدمه العملاء وفن ارضاء العميل نفسه. حللوا كتير جدا وقالوا لك it cost 5 to 6 more times ان انت تجي نيو كاستمر عن ان انت تمنتين حد موجود عندك. يعني بيقول لك بيكلفك 5 أو 6 مرات زياده انك تحافظ على عميل عندك عن ان انت تشوف حد جديد. يعني انت لو انت ما حافظتش على عميل عندك هتضطر ان انت تشوف غيره، فهتصرف دعايه كتير، فهتضطر ان انت تحاول تجذبه. لكن العميل اللي عندك اوريدي هو عمال بيجيب لك ناس، عمال بيجيب لك ربح انت مش عطلان فيه. ومعروفة جدا قاعدة عامة ان لو انت عميل مشي على الاقل هياخد 5، او لو جه هيجيب على الاقل 5 سوري، او لو مش هيجيب لك هياخد معاه 10. فالموضوع معقد جدا، لان انت لازم كويس قوي تعرف تتكلم معاه بالطريقة اللي ترضيه، وكمان تقدم له كل فترة حاجة تبهره. على سبيل المثال هم عملوا إحصائية كبيرة، لقوا إن 95% في عملاء الدوليين بيقولوا وبيقروا إن خدمة العملاء هي أكتر حاجة أثرت، وهي أكتر حاجة حافظت على اللويالتي أو الإخلاص من الكاستمر أو العميل للشركة أو للعلامة التجارية أو للخدمة اللي هو بيتعامل معها. فلازم تركز كويس قوي على فكرة مش بس خدمة العميل أو خدمة العملاء زي ما بيقولوا، لا هي اسمها فن إرضاء العملاء كمان كمرحلة أكبر وأشمل. عندنا دلوقتي بقى على سبيل المثال بعد كده لما اتطور الموضوع ودخلنا في هوجة السمارت لايف أو التسويق الرقمي، لقينا أن التلفزيونات عشان تنجو سيرفايف، التلفزيونات عشان تقدر تكمل في السوق قلبت سمارت. يعني هتلاقي دلوقتي ان 3/4 الماركات اللي عايزه تكمل في السوق قلبت بقت ذكيه، بقى فيها يوتيوب، بقى فيها كل ما هو يقدر يسهل لك كبديل للكمبيوتر او للتابلتس، لان الموضوع ابتدى ياكل منهم كتير في السوق. فعشان ينجو لازم كانوا يحطوا المواصفات دي، بدل لما هيبقوا في حاجه طبقا لحاجه اسمها بوستوميتريكس، هيبقوا في حاجه اسمها دوجز، هيبقوا خلاص في مرحله الخروج من السوق. فهو دي الطريقة أو الوسيلة اللي تخليهم يقدروا يكملوا في الماركت لأطول فترة ممكنة. كان في ماركة تليفونات مشهورة جدا جدا جدا. ماركة التليفونات دي كنا كلنا بنشتريها في التسعينات، وكان كله بيشتريها فيما أول الألفينات، لحد لما هوجة التليفونات دي ابتدت تتقلص تتقلص تتقلص، وابتدت تطلع تليفونات تانية تاكلها في السوق. وكان عملوا بوست لذيذ جدا عن صاحب الشركة دي، وهو بيقول لك إن هو كان زعلان ان هو عمل اللي عليه، وان هو في الاخر اضطر يبيع المنتج بتاعه لشركه تانية تطوره. هو المشكله مش ان هو عمل اللي عليه، طبعا كلنا بنعمل اللي علينا، بس هو ما عملش ابحاث تسويقيه فيها استمراريه، ما شافش المستقبل فيه ايه، ما عرفش يواكب ويلحق يدخل السوق
يقص منه بدري، يلحق يعمل منتجات عنده ويبتدي يطور منها في خط التصنيع بتاعه، وبعدين ينزل بيها عشان خاطر يصد او يواجه المنافسه الشديده دي. كانت المشكله الكبيره جدا يعني. بس فانا احب اوضح ان الموضوع بسيط جدا. هنرجع بس كده سريعا ان نقول ان التسويق عمليه كلنا بنقوم بيها، التسويق عمليه كلنا بنقوم بيها بالفطره كمان، بس اللي يفرقك عن المسوق شويه التولز. مش لازم تبقى رجل تسويق عشان تتعلم الحاجات دي، انت ممكن كويس قوي تذاكر وتقرا فيها وتحاول، ماشي لو عايز تروح على سبيل الدراسه مفيش مشكله، اهم حاجه تبقى عارف ان انت لازم تدرس على قد ما تقدر، تبحث كويس، تعمل الريسيرش بتاعك مظبوط، تقوم بتحليله بشكل سليم. بعد الصوت بيبقى في حاجه اسمها كومبتيتيف اناليسيس، بتقوم عامل مقارنه ما بينك وما بين الكومبتيتورز او المنافسين. وكان فيليب كوتلر قال لك ان حاجه مهمه جدا ان تحدد المنافس، مثلا لو هنقول على الكاميرات، ان هو هل يا ترى هو كاميرات زيه، ولا الموضوع كمان متطور لدرجه الموبايلات اللي فيها كاميرات، ولا الموضوع متطور لكل ما هو بيقوم بالتصوير في شكل كاميرا بس بيقوم بنفس المهمه. فالموضوع شامل، لازم تحدد كويس قوي. عايز اقول بعد كده سريعا برضو قبل ما نختم، ان احنا لازم نبقى عارفين كويس قوي بعد كده ان انت عمليه بتقوم بيها سواء في حياتك الشخصيه او سواء بتقوم بيها عشان تنجو بمشروعك وما تقعش بغلطات ناس كتير وقعت فيها، طبقا لحاجات اوريدي موجوده احنا اشتغلنا فيها، او طبقا لاحصائيات حتى بره في اي منظمه او حد لسه بيبتدي ستارت اب او سمول او ميديوم بيحصل مع المشكله دي. عايز بس اوجه رساله سريعه مهمه جدا للي بيقوموا بعمليه التسعير. احنا الاول كنا سوق سعر، ما كنا سوق جوده، يعني الاغلب ان الشريحه الكبيره العريضه في الماركت عندنا كانت سوق سعر. حتى العربيات الكوري كانت بتبيع اكتر، ده طبقا لاحصائيات 2009 و2010. المشكله ان احنا دلوقتي لا بقينا سوق سعر ولا بقينا سوق جوده. احنا علينا السعر قوي والجوده عمالين نضربها. نصيحة للتاجر الصغير، اوعى تفرض سعرك على العميل. العميل تعرض لخيبات امل كتيرة قوي في حياته. العميل تعرض لاحلام ما حققهاش، هنقول جوازة او خطوبة ما حصلتش فيها نصيب سواء لواحد او واحدة. العميل حصل له مشاكل كتير لفقدان ناس من الاقارب او من الاهل. فبتبقى اللحظة الوحيدة اللي بيحس فيها ان هو يقدر يمتلك الشيء ساعة لما بيديك فلوسه عشان يشتري منك. فالتاجر الصغير لو سمحت اوعى تفرض سعرك على العميل، لانه تعرض لخيبات امل كتير جدا. واحب اقول لكم يعني انا سعيد جدا باول حلقه معاكم في فنون في كلام، واحب ان شاء الله نلتقي على خير تاني في مواضيع تانية ليها دعوه بمهارات التواصل زي ما قلنا. كله بيستخدم نفس التولز او الادوات، بس تختلف المسميات، تختلف العلوم والفنون، لكن كلها بتعتمد على أغلب وسائل متشابهة ومتقاربة في آليات التنفيذ. كان معكم عاصم مهدي، برنامج فنون كمان. شكرا جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.